بك ايامك سعيده، كل عام انت بخير من العيدين ان شاء الله. الله يحفظك ويحفظ العراق كله. كل عام انت بخير، صحه وعافيه. تفضل تفضل، اهلا وسهلا. مسيحيين احنا نسميهم ملح الارض، مكون اصيل في بلدنا وشعبنا. الآباء والأجداد كانوا لهم إسهاماتهم في بناء الدولة، وإن شاء الله وجودكم في هذا البلد هو عامل قوة. يعني إحنا نعتز بهذه باقة الورد اللي نسميها كل الأطياف في المجتمع العراقي. الحكومة حريصة أنه تتواصل مع كل الأطياف وخصوصا الأخوة وأعزائنا المسيحيين في هذه المناسبة الكريمة، فحبينا نزوركم ومن خلالكم نقدم التهنئة. أنا دائماً حريص على التواصل مع الأخوة المسيحيين. كنت أذكر في كنت محافظ في ميسان الأخ جلال دانيال، نتواصل وياه العام شاركنا الكنيسة القداس اللي صار، بس يبدو هالسنة بسبب أحداث الحمدانية والتضامن مع الأوضاع في غزة أكو فد تأجيل لهذا القداس. حبينا نزوركم. أهلا وسهلا. شكرا بجيتك. شكرا بجيتك حبيب قلبي. الله يبارك. حبيبي حبيبي. صار لك جيت هنا. هذا أنا من 68 هذا البيت. ما شاء الله. من 68 هذا البيت. نحن أصلي أنا كرادي. من كرادة. مشوار عصفر. كرادة. هناك يعني ولدنا هناك وهناك عشنا. وبعدين جينا هنا. وين كانت وظيفتك؟ أنا كنت مكتب الخالد، شركة الخالد للتجارة والمقاولات. قطاع خاص. قطاع خاص. كلها قطاع خاص. كلها قطاع خاص. بعدين عسكرية. تقاعد. عسكرية وعندي تقاعد. جيد التوك تقاعد. حد لدنا. جيد. 400 من الصندوق التقاعد. إيه من الرمال الاجتماعي. من صندوق التقاعد. قريبا راح نزود هسه شوي. إن شاء الله. نحن نريد الشعب العراقي يفرح. والله الشعب العراقي يفرح أهم كل شيء. إحنا فرحانين. إحنا فرحانين. إحنا مهمتنا وواجبنا شلون نخدم الشعب العراقي ونفرحه. إيه. وقاعد نعمل بالممكن إن شاء الله. يعني هم يفرحون نحن نفرح. أكيد أكيد. ومليت ربت بيت. أنا خريجة بس ربت بيت. الحمد لله. الحمد لله. هاي المهمة الأعظم. بيت والعائلة. أصغر شاقة لا تقولها. عليكم السلام. السلام. السلام عليكم. احنا قلنا لازم نزورك. نور البيت. نور البيت. نور البيت بحياتي. تسلم لي. هاي يعني شكون. جيتك خير. هاي أول مرة بتاريخ العراق كله يجينا يمك. تجي أنت. بالعكس خدمتكم. طيب خير. لا ما خير. شلونك؟ صدق كذا والله ما أصدق. كل عام وأنت بخير. أنت بخير. الله الله يعيد عليك. ما أصدق. الصحة والسلامة. أشوفك بس بالتلفزيون. وين شغلك هسه؟ زمان بالكهرباء. دوزي كهرباء المركز. كهرباء المركز. شلون الشغل؟ والله الحمد لله الحمد لله. والكهرباء مين يعني بجودكم أكو بيها مكروه من التغيرات صارت بيها بال. إنتاج التوزيع أكو يعني أحسن من سنوات الفاتت. الحمد لله. ملحوظة يعني شغلات ملحوظة نشوفها. الجباية عليكم؟ الجباية لا أنا توزيع بس الجباية همين يعني عندي وياهم من دائرتي هي صايرة بالجباية فهمين مرات نشوفهم يعني المواطنين يجون يدفعون القوائم وهذه وأكو تغير يعني حتى الناس بترجع الكهرباء انه ساعات تجهيز اكثر والمولدات يعني صارت ارحم من قبل شويه بالتجربه سويتها مال ساعات المقياس هذا تمام الحمد لله خطوات كلها جيده موظف حكومي كنت لو قطاع خاص اهلي وياي كانت شركه الخالد للتجاره وياي نفس الشركه اي فهو احنا زيدنا الراتب التقاعدي مال الموظفين الحكوميين والقطاع الخاص صارت زيادة بس هسه على القانون الجديد راح تتغير المعادلة يعني إن شاء الله همسة زيادة الضمان ما متغير يعني هذا القانون دخل حيز التنفيذ قبل أقل من شهر فهذا راح يحسن من الراتب التقاعدي
وهم الولد يعني هسه الولد انا سالت عليهم قطع خاص دفعون الضمان مو ياخذوا من عندك الشركه عندي ضمان صحي هم انا بالاضافه الى الضمان الاجتماعي ونفس القانون بس المعادله مال الضمان الاجتماعي ما اعرف يعني هسه جديده راح تطبق يعني تضمن حقوقك و صار لي 15 سنه تحسن من هاي ال 15 سنه كلها بالشركه تدفع بها هو هذا اللي نريده لانه للاسف قسم من العاملين بالقطاع الخاص يتهربون من دفع الاستقرار وهو الصالح ما يدرون شلون خدمات المنطقه زين زين يعني ابني سرمت يقول دي اسوي الرجال دي اسوي الرئيس دي اسوي هذا سرمت كل وقت يقول لي بديت الصدر يداوم يجي تحمير شارع الدكتور اللي تصير الحمد لله ان شاء الله العراقيين بيهم البركه يقدرون يبنون يقدمون الافضل لبلدهم ان شاء الله. غير خابروني والله يسونا خبر اهلا وسهلا مرحبا سلام وشتاق لكم اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا